في المقطع الآتي نشاهد أهالي منطقة أبو تشير الذين يتظاهرون لليوم الثاني للمطالبة مطالبة الحكومة الحالية طبعاً بإلغاء المجلس البلدي للمنطقة كونهم يرونه سبب الفساد والدمار فيها، وطلبوا أيضاً أهالي أبو تشير بمحاسبة المسؤولين المقصرين في تجهيز الكهرباء وأهل والمولدات ومعاقبة من يقفون على أمر هذه المولدات كونهم لا يلتزمون بتسعيرة مجلس المحافظة وبسبب سوء الخدمات أيضا. طالب إسقاط المجلس البلدي. أهل أبو تشير تعاني من سعر الأمبير وعدم اكتراث المجلس البلدي بهاي الحالة. المجلس البلدي نطالب بحل مجلس البلدي. مجلس بلدي ما بفايدة لهاي المنطقة. بدي تشكيله اليوم هاي خدمات ماكو بالمنطقة. عانينا ما عانينا.